بسم الله الرحمن الرحيم. أصعب شيء أن تشكر الله سبحانه وتعالى، لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. لذلك ربنا قال لسيدنا داود: أشكرني يا داود. قال له: يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر؟ يعني كل ما أشكرك، كل ما شكرتك يا رب دي نعمة لازم أشكرك عليها تاني، يبقى السلسلة مش هتنتهي أبدا. قال له: الآن شكرتني يا داود. لما قال كده قال له: الآن شكرتني يا داود، لما اظهر عجزه عن الشكر. لذلك انت بتحب تشكر واحد بتقول له: والله انا عاجز عن الشكر، الشكر البالغ. لذلك سالنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرا عظيما وقال: صباحا ومساء، عسكر الصباح والمساء، الله اللهم اصبح بي من نعمه ولا باحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. شو بقى الذكر ده؟ من قاله صباحا فقد ادى الشكر الكامل لرب العالمين سبحانه وتعالى، فقد ادى شكر يومه، ومن قاله في المساء فقد ادى شكر ليلته. يبقى انت كده لو انت قلت صباحا ومساء اديت الشكر الكامل لرب العالمين سبحانه وتعالى، وتكتب او تكتبك الملائكه من الشاكرين: ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وبالتالي تزداد النعمه وترفع عنك النقمه، وتكتب عند الله من الشاكرين والحامدين ايضا، لان انت بتقول الحمد والشكر، والشكر بنبثق من الحمد. فالذكر ده مهم جدا، لانك هتادي بيه الشكر الكامل لرب العالمين سبحانه وتعالى على كل النعم مهما كانت النعم اللي عندك. لو كنت ملياردير، لو كنت اقوى خلق الله، لو كنت اجمل خلق الله. فاحنا عندنا نعم كتيره جدا مش عارفين نشكر ربنا عليها ازاي، فعايزين نشكر. فالرسول قال لنا: لو انت قلت الجمله ديت صباحا ومساء يبقى اديت شكر اليوم واديت شكر الليله، وتكتب عند الله من الشاكرين الحامدين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: افضل عباد الله يوم القيامه الحمادون بتشديد الميم، الذين يكسرون من الحمد. فيا ريت نكسر من هذا الذكر يوميا، او مش نكسر، على تدخله مره صباحا ومساء مع اذكار الصباح والمساء. اقول قولي هذا، استغفر الله لي. اللهم اصبح بي من نعمه ولا باحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر.